أهلك زينب، وين اختفيتي يا زينب؟ شوف مروان، بدي أقول لك شغلة. قولي لشوف مروان. تعرف شغلة مهمة؟ ليك أنا رح أحكي معك بكل صدق هلأ. ليك من قلبي فرحت لك، بتعرف هالحكي ولا لا؟ أنا انبسطت للخبر اللي سمعته، لأنه عن قريب رح تتزوج، يعني رح تتزوج كارلا إن شاء الله. تعرف شو عم فكر نساوي؟ نحنا لازم نحتفل بهالفرحة، حتى أني شايفة لازم أشهد على كتب كتابكم. شو رأيك؟ أنا شايفة مالها فكرة حلوة. صح معك حق، وبرأيي مالها فكرة حلوة، لأنه مو ظابطة. في موسى رفيقك، وبالنهاية هو رفيقك المقرب، موسى هو أقرب رفيق إلك، ولهيك عيب نغلط بحقه لزلمة ما لازم أخليه يزعل. بس لسه في شغلة لازم قلك. ما تقول بلا. لا بدي أقول. معلش، أنت ما كنت تتمنى أنك تصير كتير غني؟ حققت حلمك. إيه، وهالمرة ما عاد في شي رح يرجعك للفقر أبدا. أنت غني وكارلا غنية، يعني بتنبسطوا مع بعض غني وغنية. برأيي أكيد هيك حسي. ما كنت بدي صير غني يا أسراء، أنا حبيت كون ناجح، والشغلتين مختلفين عن بعض. المهم بالنهاية الاثنين نفس الشي. بس ليك أنا رح أقلك شغلة ما رح تعجبك بجوز. موضوع زواجك السعيد هالمرة أكيد رح تنجح فيه وتعيش بلا مشاكل. ليش بقى؟ لأنه هي كارلا أي شي بدك يا منا رح توافق، وأصلا عم تطلع بعيونك ودايبة فيك، وفي خالة زمرد الساحرة أكيد رح تصرع راسنا كنتي منيحة وما في منا، يعني بتزبط، وهالمرة رح تعيش سعيد كتير أنا متأكدة. أحزير شو مرة قالت لي كارلا؟ أنت وياها وضعكم بيشبه وضع بعض، فلهيك ما بتصيروا مثلي ومثلك، رح تكونوا مناسبين لبعضكم ورح تكونوا مبسوطين كتير أنا متأكدة. بدي أوضح لك نقطة ضرورية، أنت كنت حقيقي كتير، يعني أنا صدقت كل شي قلت لي إياه من قبل. أنا فكرت مشاعرك صادقت تجاهي، بس هي طلعت مالها هيك. شو نعمل؟ إسراء بنت غبية، إسراء غبية وصدقت كل هاي المشاعر. ليك أنا عصبت لما عرفت. بس برأيي أنت صير ممثل لأنك شاطر بالتمثيل. كارلا على التليفون. ضروري تغير رأسمها هلأ، لازم تكتب مرتي حبيبتي. شو الأخبار كارلا؟ أنا مشتاقت لك، أنت طمني عنك. شو عملت؟ كيف كان الاجتماع؟ روى ليش البنت اللي هونيك لا تاخد منك، رح يصير على الابليكيشن. أنت مع موسى؟ إذا كنت معه أعطيني لحتى أفهم منه كيف داير باله عليك هنيك. لا والله، موسى اختفى من جنبي فجأة وهلأ قاعد لحالي. مروان أنا اشتقت لك. يلا بكرة جاي وبشوفك. لا تخليني اشتاق لك أكتر. بوساتي. وأنا كمان. برأيك لازم تكملها مروان؟ هالشي ما بيخص حدا مني غيري أنا. بعتذر حقك علي، بعتذر لأنه تدخلت. إسراء حاجتك بيكفي، انت شربتي كتير اليوم. وانت شو دخلك مروان؟ شو دخلك؟ انا بخصك بشي هلا؟ بعدين انت مو رح تتزوج، شو دخلك فيني؟ اشرب ولا بكافي؟ انا ما عدت بخصك، ما عدت بشكل اي شي بحياتك بعد اليوم، لهيك انت ما دخلك فيني قديش عم بشرب. إسراء لا بقى تشرب. ليش ما قلت لها لكارلا؟ شو؟ كنت إلا انه انت جنب زوجتك السابقة. رديت على تليفونك جنبي ولا ما فيك؟ لأنه ما في عندك هيك جرأة أصلا. راح أقول، بس بتعرفي كل شي بوقته حلو، ما راح انزعل مرأة هلا.
طبعا لا تنزع على مرأة كارلا. الأميرة ما بنتزع مرأة. من إمتى أنت بتهتم بمشاعر الناس مروان؟ ليه ما قلت لها الحقيقة؟ احكي لها قديش أنت رجل سيء وإنه ما في عندك قلب أبدا. احكي لها قديش سهل عليك تكسر بخواطر الناس اللي بتحب. لا قبل بليلة ما أطلب الزواج منك كنت عند إسراء ببيتنا قاعد بحضنة. احكي لها شو قلت لي بهداك الوقت. احكي لها كيف ضمتني لقلبك وكيف صرت تبوسني. بس ما فيك تحكي ما هيك؟ إسراء 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 شو إسراء؟ بدك تعيش انت وياها بالبيت اللي عمرته كرمالي وتحققوا كل احلامكم فيه. انا برايي فكره حلوه كثير لانه واحد مثلك بتصير فيه التصرفات. شوفي كيف بتركني على غرفتك. يلا اسرع امشي بعد عني. انا رح اخذك انا وبعدين حملت طلعي. خلصنا بقى تمام رح اخذك. ما بدي روح. ليكني انا رح وصلك. انا رح وصلك. هذا هو صدقت معنا ان شاء الله يتصالحوا ويرجعوا مثل قبل. يا رب تمام. طيب ماشي على مهلك وصلنا تمام. مروان على مهلك شوي خلاص وصلنا ثانية وبترتاحي. تعي تمام راسي عم يبرم برم. وصلنا على مهلك. ما صفى شي. على مهلك إسراء. قلتلك ما تشربي كل هالقد. وقفي شوي تعي يلا راسي. على مهلك تمام. مروان ليش عملت فيني هيك؟ مو وقت هالحكي هلا. قليلي انت منيحة؟ ها؟ ليش الناس بيصيروا سيئين وبيأذوا غيرهم؟ انت ليش هيك عملت فيني؟ طلعت سيئة بنظرك؟ انا كل هالوقت تعذبت وحاولت انساكي طلعت انا السيئة؟ ما فتي على الشركة مشان تخليني حبك من جديد وما حطيتي من هديك الريحة وما لبستي هداك الفستان وما حاولتي تحرقي لي قلبي وهلأ عم تتصرفي معي على أنك بريئة وأنا ظالمك؟ مروان كان بديك ترجع تحبني. كان بديك تحبني من جديد. لسه بدي هالشي لليوم. إسراء مروان أنا بعتذر كتير. ليش ما عم تسامحني؟ انتي ارتاحي أنا رايح. شو مفكر حالك عم تساوي؟ ما فهمت عليك أخي. ليش أنا شو عملت؟ طلع فيني موسى. هاي مالها صدفة. ليكن الغرف بجنب بعضهم. زبطت الوضع مع زينب واصحك تنكر. عم تفهم؟ اصحك تنكر. طيب مشان الله اخي طول بالك. انت بس اسأل ليش عملنا هيك. ممكن نقعد ونحكي على رواق بهالقصة؟ انت ليك تمام. كان بدنا ياكن تقعدوا تحكوا برواق وما عنا اي نوايا تانية. الله وكيلك. انت شو دخلك؟ شو دخلك؟ موسى اوعك ترجع تتدخل بحياتي لانه في شغلات ما بتعرفها. انا ما بدي اجرحك فلا تخليها تطلع براسك. طيب في مجال تفهمني وتخليني اعرف؟ عم تقلي في شغلات ما بتعرفها وشغلات بتعرفها. كل شوي بتتحجج وبتقلي في شغلات انت ما بتعرفها. لو سمحت ممكن تقعد وتفهمني؟ لو سمحت. كل شي طلع كذبة. كل شي بعرفه كان عبارة عن كذبة. فاتت على الشركة مشان تدمر لي حياتي وغايتها الوحيدة تخليني ارجع حبة وترجع تتركني مشان تحرق لي قلبي. يعني كل شي كان لعبة. هي لعبت فيني. لا مستحيل اللي عم تقولي يا انت يا اخي. معقولة اسراء تعمل هيك شيء؟ تعمل ايه بتعملها موسى وما بتسأل على اي حدا. انت ما بتعرفها موسى. انا اصلا سمعتها شو حكت. وكيف سمعت؟ قصدي شلون يعني؟ مو هداك اليوم اتصلت فيك وقلت لك رايح لعندها؟ ايه صح. رحت وسمعتها عم تحكي مع زينب رفيقتها. ممكن تكون فهمتها غلط او سمعتها غلط. شو يلي بدي افهمه غلط موسى؟ هي حكت بعظمة لسانها. قال فاتت على الشركة مشان تنتقم مني ومشان تخليني اتعذب بعد ما حبها من جديد. سمعت كل شي حرف حرف بإذني. سمعت حديثهم.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.